حكيم إنه تعالى جواد كريم ومالك برد. العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين آمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا صبرا جميلا في حياتنا يا رب العالمين آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح شبابنا المسلمين آمين. وأصلح نساءنا المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، تقبل صلاتنا وسلامنا وخطبتنا وجمعتنا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.